السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام. وجيناكم بفيديو جديد مع معين رباع. نشرت على الانستغرام منشور احكي لي نكتي. طبعا الشباب والجماعة، طبعا أنا ما شفت النكت، أنا ما شفت النكت، يعني نشرت إنه فيديو لليوتيوب يحكوا لي نكتة حتى أنا أقراها أنا وياكم بفيديو، خلينا نشوف النكت. ولكن يا جماعة الخير لازم نوصل 4000 ساعة مشاهدة ضروري جدا. نحضر الفيديو للآخر، حضروا الفيديوهات القديمة، الفيديو في بث افتحوه ناموا يا جماعة الخير، في بث 9:26 فات البث ولا إشي منه، ولكن إنه مشان نسحب ساعة المشاهدة بس. وبشكركم جدا يا جماعة الخير، وبشكر أي حدا بدعمني واشتركوا في القناة. إذا مش مشتركوا فعل زر التنبيهات ليوصل كل فيديو جديد، حطونا لايك جماعة الخير، وخلينا نشوف احنا وياكم النكت ونفاتنا. نشوف يلا خلينا نخش في الموضوع. مع أول نكتي ومن جابر سماح بحكي: إذا كنت زلمة ضحكني وبالنسبة للمتابعات يربوا شنب ولا شو الوضع؟ هاي مش نكتي، بتحكي لنا إذا كنت زلمة ضحكني، هذا اسم الفيديو، إذا كنت زلمة ضحكني. هي بتعيد وراي على الستوري أوكي. آها، بالنسبة للمتابعات يربوا شنب ولا شو الوضع؟ خلوه على جنب، اعتبروني ما قريتوش يا جماعة الخير. علي عويس، هيك إن شاء الله أكون نطقت الاسم صح. مرة أخطبوط قاعد زعلان عشان مش عارف ايده من رجليه. ابو علي اسمه، ابو علي. مره واحد ياباني اسمه تمادا لما كبر وقفوه عند حده. بعرفها بس حلوه. عموث به مره واحد كم بارك الله فيك. نلاقي، انا متاكد راح نلاقي كثير شغلات زي هيك جماعه الخير. علي عوز كمان مره بحكي لنا: مشى اكل مشمشي رماه ومشى. اسعد مزحنا معك لا تمون. يزن ماضي بحكي لنا، بقول لك: مره واحد احول اشترى رغيف فلافل طعمه اللي جنبه. جماعه خلص بدي اضحك. ادهم بحكي لنا: مره واحد اسمه ادهم كبر صار اكبر منهم، ها 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 يسعد مساك. محمود العذر بحكي لنا مع الرباع. جماعة قصوا اللقطة هاي، حطوها ستوري، حطوا منشن لمع الرباع. شوف بعده بتحكي مجود الخطيب: مرة واحد نام ساعة صحي سوارة. حلو حلو حلو. طارق البراوي بحكي لنا: مرة صرصور يتجوز أم 44 ما عرف شنو يرد. تمام ماشي على بعده. زوز دغمين تحكي: مرة شيخ مستعجل بالصلاة قلبت فيه المصلية. بتول سمرة أو سمارة: إحنا عائلة حريصة ما بنفتح الباب لأي حدا إلا إذا كان اسمه أنا. بتول كمان مرة بتحكي: امرأة تسأل الطبيب: زوجي يتحدث كثيرا وهو نائم، ماذا أعطيه حتى يشفى؟ فقال لها: أعطيه فرصة للتحدث وهو مستيقظ. حلو حلو أوكي. أبو نعم بحكي: مرة رحت على البلد وبعد ساعة لقيت حالي في الدار. طيب بتقول كمان مرة بتحكي لنا: في قهوة تعبانة ليش ما فيها هيل. أنا بضحك على النكت التفاهات شو أسوي لكم يعني. طيب الاسم هادي جيمي جدي جبي ستايل ستايل. مرة كان في واحد صار اثنين، أحيانا في الاسم اللي سلخت فيه مشواري يا زلمة. ميام إن شاء الله أكون قرأت الاسم صح. ميام أحمد: نفسي أضحك بس أنا مش زلمة، بنت. إذا كنت بنت ضحكيني. إيه بتقول كمان مرة بتحكي لنا: بدوي رح يتمشى جابوه من على الحدود. براءة أبو عواد إن شاء الله هيك بقول لك: في نملي بتركبش الفيل سيارتها ليه؟ عشان بيضل يزمر. اضحك. طب بدل ما حكيتيش اضحك انا ضحكت. علي عبوس رجع معنا في المشاركة بيحكينا: اضحك الحياة حلوة.
ريتك ما شاركت حبيبي. هذا كل نكت علي عويس. علي عويس مرة ثانية بحكي لنا واحد بخيل راح يزور أمه في المستشفى، لقي الباب مكتوب عليه ادفع، راح لف ورجع وقال أبغى أزورها في البيت لما ترجع. أنا منكد يا جماعة الخير ولا مش عارف النكت تفات ولا حلوات. أوكي، علي بحكي مرة محشش قال لمحشش أنا بردان من المكيف، والمحشش الثاني قال أنا محمد من الرياض. طيب عليك مرة بحكي لنا نمي الكثير مشى من تحت الباب، من تحت الباب الأملي ليش؟ خايفة على تسريحتها. ما فهمت. أسيل تحكي لنا في جاجي سألها حبيبها شو بتدرسي، قالت له حقوق الشهد أفغاني. هيك إن شاء الله. واحد تسأل جوزها ماذا كنت تفعل حتى رزق، ماذا كنت تفعل حتى رزقك الله بي؟ قال والله بنت الحلال ما كنت لا أصوم ولا أصلي، والله ابتلاني فيك يا علوي يا مجد قريها أنا من قبل. قمر محمد تحكي أكو واحد اسمه معين عمل عزيمة ببيته وعنده رفيق اسمه محمود، أجا على العزيمة وهو ما كان معزوم، قصوها طاب منش إلا محمود. ما كنت معزوم، ما كنت معزوم يا أخي. ابراهيم عشان بعرف اسمك، ابراهيم الدود بيحكي يسعد صباحك اعطيني نكتة ستوري انت. الله لا يسعد لك صباح. يس الجندي بيحكي لنا مره شيخ من 48 امام جامع هسه صفوا وراه وصار يقول لهم اجتمعوا في صفوفكم بنظام، فان الله لا يحب الصف الو بسيدر، لا يحب الصف اللو بسيدر، اللو بسيدر. حلو حلو حلو. وجد هم سنتسح بحته سامحني. بحكي لك برتقالي ماشي ماشي برتقالي ماشي ماشي وقفت فجأة ليش؟ خلاص عصيرها به صح بس حبيت أشارها. وفاء بتحكي لنا نكتة. أخشري أبو شو اسمه بحكي لنا مرة واحدة اتجوزت من وراء أبوها، أبوها لف شافها. طيب موجود الخطيب تحكي لنا ليش الجاجي ما بتغرق؟ لانه عندها سفينتين. ماشي. نافسة بتحكي لها مره بنطلون ما اجى علي ما روحت عليه، ما اجى علي ما روحت عليه. ماشي. نافسة بتحكي لنا مره مواسرجي راح على عرس ما خلى حدا ينقط. نفسها بتحكي لنا مرة واحدة راحت تغير اسمها من ضحى لصباح، حكى لها موظف الأحوال والله يا اختي مش مستاهل. طيب نفسها بتحكي لنا مرة واحد محشش قاعد جنب مرته يوم عرسه بسألها انت كمان اليوم عرسك؟ مجود الخطيب تحكي مرة مصنع قهوة انفجر قال بن طب اجي على بالي نكت احكي لكم نكتين. بحكي لك مره في طالبه جامعه بنت، وبتعرفوا انتوا البنات ما بتروح من المكان الا لما تشتغل او ما بتخلص جامعه ما بتشتغل الا على شهادتها، فهي لما خلصت وتخرجت من الجامعه طبعا بكالوريوس عربي بكالوريوس عربي، فقعدت 5 سنين في الدار ما اشتغلت ولا اجاها وظيفه ولا إشي، فهي فقدت الامل في الاخر قال شو ما يجيني شغل انا بدي اشتغل خلص. ففي في نفس المنطقه اللي هي ساكنه فيها في حديقه حيوانات، فأجاها شغل من صاحب الحديقة قال لها اللبوة عندي فاضي فشو رأيك تقومي في دور اللبوة عشان خفت حركة الناس وهيك. فبعد فقدان الأمل وافقت، راحت على الحديقة وقعدت أسبوع لبست اللباس اللبوة وكل شيء تمام. فمرق أسبوع رجت حركة الناس وكله تمام كله تمام هيك. يوم من الأيام الحرس نسي باب الأسد مفتوح، فحمل حاله الأسد طلع يقصدر على اللبوة، هي تشاهدت وصلت وخلاص استشهدت كل شيء تمام وما يعني اعتبرت حالها ميتة. فلما وصلها الأسد قرب 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 عليها قالها اتخافيش معاكي خالد ماجستير إدارة. طيب تمام هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله بكون عجبكم الفيديو. ضحكت على بعض النكت ولكن مش بعض النكت ضحكتني. كيم سيدر.
ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، حطوا لنا لايك، كملوا الفيديو الاخر، احضروا الفيديوهات اللي مش حاضرينها قبل يا جماعه الخير، لازم ضروري جدا تكملوا. شكرا لكم للناس اللي بتدعم، الناس اللي قاعده بقناتي، الناس اللي بتحبني، شكرا شكرا لكم، شكرا وزع شوكولاته وطعمي. خلاص جماعه الخير هيك نكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لكم، خلاص عم قاعد بعيد في نفس الجمله، يلا سلام.